السلام عليكم. اليوم قاعد نسبح النعام، فقلت اوريكم شنو يسوون يوم ارشهم ماي. بس هني في البداية عندي الشلال هذا حاليا شغالين عليه، وقاعد نضبط الارضية ان شاء الله. شغلة راح اوريكم شلون اشتغلنا فيه في الياخور عندنا. اروح حق فصل النعام. وصلنا هني قفص النعام. طبعا هذيل النعام الايمو، النعام عموما ايمو او افريقي، يحب شيء اسمه ماي، يستمتعون بالماي سبحان الله. نفضل روحهم بعدها يبلشون لعب.